عندنا النهارده فقره المطبخ، وفقره المطبخ دي انا منتزعاها من مفيده. يا فندم ده انت تنور. الله يخليكي. ومعانا ست الكل نهى، هي اللي النهارده مش عارفه هتقدم لنا اكل ايه. هقدم لكم ان شاء الله النهارده اسباجيتي مع ميت بولز، بس انا عاملاها على الطريقه الامريكيه. نهى انت كنت فين اصلا من اسبوعين؟ وبانكيك. ما قبل ما تتكلمي عن الميت بولز، انت كنت فين اصلا؟ متغيبه ليه من المطبخ؟ انت مش عارفه ان انت ملتزمه بمواعيد؟ انا بسالك سؤال بجد. ايه ده مفيده، انت عامله دول قبل النظره ليه؟ ايوه اصلا بتسال. اقول لك بقى انا اكلها وبختفي لي وتظهر. انت مش كون مش انت بنتي نيبال جابت كنزي ومش لاقيين مربيه خالص خالص. انا بقى يا مخلفه البنات يا شايله الهم لحد الممات. ايوه يا حبيبتي قولي لهم يا روح. واللي مخلفه الصبيان ربي يا خايبه الغيبه. طبعا تيجي تاخده على الجاي. نورتينا وحشتينا يا نهى. وانت والله يا مفيده كلكم وحشتوني. نقول بقى المقادير من فضلك. طيب هنقول مثلا نص كيلو لحمه مفرومه وبصله وبيضه، دي هنعجنهم في بعض شويه بقسماط. اقري يا نهى الاول وبعدين ابقي. طيب نص كيلو لحمه مفرومه، بصله مبشوره، بيضه، معلقتين بقسماط، ملح وفلفل، كوسه، جزر، بصله، مشروم، فلفل الوان، كرفس، ثوم، زيت زيتون، شطه بارده. يعني انا عايزه اقول دي ايه بقى؟ ده شيلي باودر. شيلي باودر ده لا هو بابريكا ولا هو شطه، اسمه تشيلي باودر. بس ما فيهوش حرقان خالص. بس هو يدي ايه؟ بيدي طعم النكهه بعد كده، طعم مكسيكي. اوكي، يبقى احنا نقول انه كل اصدقائنا حاجه اسمها تشيلي باودر او الباودر. يعني ده قرون فلفل بس بارده، مش حرقان. ارمي لي على انت خلصتي المقادير؟ خلاص انا عايز ارمي لي علمك الطبيخ. مامتي. مامتك. وبعدين انا ما بحبش الست اللي ما بتعرفش تطبخ. ميرسي كتير. لا مش قصدها، انت اتعلمتي وبقيتي حلوه. انت عليكي تقليبه معلقه في الطاسه يا مفيده. لا انت بقيتي ايوه حلوه. جملوني جملوني. فاشل حلوه. هي قالت ايه في الاول؟ قالت ما بتحبش الست اللي ما بتعرفش تطبخ. لا بس انت بقيتي حلوه خلاص. إيه؟ انت ما بتعرفيش تطبخي؟ خالص. ده عليها تقليبه معلقه كده في اوعي تتكلمي ابوس ايدك. تقليبه طباخه طباخه. تقليبه بتاعت اميره، تقليبه اميره انتي كلوك وايز. لا اميره ما بشوفهاش في المطبخ، نادرا ما بشوفك هنا في المطبخ. هي عشان هي طباخه. يا بنتي طباخه. طب احنا يا نهى انت هتبتدي انت هتلعبي معانا وتقدمي الفقره ولا تسمعينا؟ هتبتدي تشغليها ازاي؟ دلوقتي احنا هنجيب اللحمه المفرومه دي. اوكي. طب شيل الورقه عشان الورقه عشان الكاميرا تجيب. ممكن انت ساعد تديني شوكه بليز؟ ساعد يا حلوه اشتغلي. انا ضيفه هنا فبالنسبه لي اتفضلي شوكه. ايوه انتصار عايزه اقول لك نهى بتخش تطبخ كانها بتطبخ في بيتها بالظبط. مش عايزه لا تقول مقادير ولا طريقه، هي شغاله في المطبخ. ولما تنسى تقول لك اللي هو لا لا ده في رمضان بس اللي ماشي. اوكي يا روحي اهي. بصي راحت جابت البتوع اصلا اللي هو الديكور بتاعنا حطيتهم، فهي بتفتحهم ملح وفلفل. على فكره ده مش الفلفل، ده مش الملح. هناك الناحيه الثانيه عندك ثلاثه. انت هتعملي لنا ايه؟ انت هتعملي مكرونه بالميت بولز اللي هو كور اللحمه بالخضار. بس انا عايزه اقول لكم اللي مش هيلاقي دي عشان دي صعبه هتلاقيها في مصر، شيل باودر ده ممكن يحط بدلها زعتر او ريحان. اوكي طيب هتبقى حلوه برضه. ماشي اوكي. انت هتقعدي تعجني ولا هتحطي بقى البيضه؟ لا انا هسيب العجين ليكي انت. اشمعنى؟ هو انت فاكراني مفيده اقعد ساعه على الطاسه؟ يا مفيده غلبانه. يا حبيبتي ما حدش بياخد كل حاجه من الدنيا. انت شفت ان انا كان ليا انا مره شفت حد بيعلمها الطبيخ قعدها على الطاسه عماله تقلب البصل بالظبط نص ساعه. لا وهي تبص وتقول لك هي خلص خلاص هي خلص. لا والا بقى لما حاجه زيت تقول مفيده. لا انا بحس ان ديناصور هيطلع من البوتاجاز. والله انا بخاف جدا من الطقش. يعني كل تقريبا معظم لبسي باظ بسبب الزيت اللي في المطبخ عندنا. انا الله. لسه قبل ما تيجي يعني بقول لك انت مش عامله كور لحمه عايزه كده ما تسافري. عامله حاجه. يلا نشتغل بقى. طيب. كده احنا الحلقه هتخلص واحنا بنعمل عجنا اللحمه كده اهو. يلا عجنا نحمرها في الزيت. انت عندك ولعت البوتاجاز ولا نسيت تولعه؟ عجنا اللحمه بالبيض والملح هنعملها كور ونحمرها تبقى بالشكل ده. اوكي وبعدين يلا. بس انا كنت عايزه اعمل شويه بس ما فيش وقت. اعملي يا نهى يلا يلا خلصي. عندنا وقت قد ايه؟ اكتر حاجه بتعرفي تطبخيها ايه يا انتصار؟ الملوخيه طبعا. المكرونه بالبشاميل. لا الملوخيه ما تستهتريش بيها وتقولي طبعا كده. لا انا استهترت. انا بحترمها طبعا. لا بس قصدي الستات اللي بجد لازم ملوخيه وطشه ونفسها. ايوه لانها اكله بسيطه جدا بس بتبين الست لو صاصت لو تخنت لو عملت تعملي معاها دمعه.
لا مش الدمعه دي اتعلمتها في مصر، يعني احنا في اسكندريه ما بنعملش احنا طريقه الشرقاويه بدمعه بدمعه، لا احنا خضره خضره. ايوه لا ما هنعمل الدمعه بره، بنعمل الدمعه طب بتعملي جنبها بتنجان مخلل؟ لا بعمل رز ابيض. رز ابيض، رز ابيض. على فكره انت بتعملي ايه يا نهى؟ دلوقتي كورت اللحمه وهنقليها كده شويه. انت مولعه البوتاجاز يا نهى؟ لا ولعت كده. طلعي اللحمه قالت لك لا عايز اعملها. شفتي بس عارفه ليه عايزه اعملها؟ ازرق اكيد انت عارفه السبب. وكم وكم يا نونو، عشان لما اشيلها واحط ده يبقى فيه طعم ال طب لغايه ما الكور تتحمر ولغايه ما نوها تخلص ال 3 كيلو اللي في ايديها دول هنطلع فاصل ونرجع تكون ان شاء الله اتحمرت. ان شاء الله ان شاء الله خير. حلو لك على طول. احنا رجعنا لكم ما تاخرناش عليكم اهو، ولسه نوها بتطبخ. انا مش عارفه هتخلص امتى بصراحه، ولسه في حلو كمان. فهي نوها وصلنا لغايه ما طلعنا الكفته من الزيت. خلاص طلعنا الكفته من الزيت، هنحط البصل والثوم. اوكي مش لازم ابدا يعني، بس يطروا بس مش لازم يعني. طب تحب اساعدك في حاجه؟ ايوه بقى اللي بلا بقى اللي بلا مش كنت مفيده كانت بتصدر الحته دي. لا خلاص هنحط بقى الخضار كله. اوكي الكوسه، جزر، عايزه بصل وجزر يعني. كل الالوان الجميله اتحطت في الطاسه. عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، السلطه السلطه فايدتها في الوانها، ودي شوفي الوانها جميله ازاي. كل ما كانت الحاجه ملونه كل ما كان فيها فايده اكتر. وبعدين طبعا انا بس عايزه اقول في الطبخ يعني بقى في المطبخ، هنحط الجزر الاول عشان بياخد سوا. اوكي بعدها نحط الكوسه، اخر حاجه المشروم وفلفل الوان. مش انا بس اللي باكل الحاجات دي، باكل المقادير. هنحط بقى الكفته. بياكلوا مقادير الطبيخ. لا بصي ايديها راحت لحاجات يعني مش انا. ايوه مش انا بس. كده حطيتي الصلصه؟ حطينا صلصه وميه. والميه بس زي ما قلت، بس عشان وقت البرنامج لازم الخضار يتشوح كويس. اوكي هنشوحه كويس. يا ستات تشوحوا الشيلي باودر كويس. نوها انا عايزه اسال، انت بعد ما ده يستوي انت تقومي حاطاه دلقاه على المكرونه؟ بس بعد ما يتسبك. اوكي طب لو سيبناه ده على النار يقعد يستوي شويه. هنعمل هقلب هنقلب هنقلب تحت. قول لنا المقادير بتاعت البانكيك. المقادير البانكيك عباره عن فراوله سريعا. ماشي، عباره عن كوب دقيق، كوبايه لبن، معلقتين كبار سكر، معلقه ثلاث معالق كبار زيت، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، نصف معلقه صغيره ملح، بيضه وزبده بس عشان خاطر، والصوص طبعا عباره عن فراوله وسكر. اوكي هنعمل ايه بقى في البانكيك ده؟ هتعملي عجينه الاول ولا اعمل اي حاجه؟ احط كده كله على بعض الدقيق. اوكي اخبار المقادير. معلش مساء، ممكن بليز معلقه كبيره؟ خليها يلا عشان في ست دقايق هتضربيني فيها. لا معلقه عاديه. اوه عندي احساس ان المطبخ بينفجر. على فكره الوقت عدى. لا دي شوكة. شوكة. يا جماعة العبوا مع بعض. ده أنا حبيتك قوي في زيت. أنا شايفة تحفة في زيت. أنا شايفة أنا شايفة. انتصار. حولي أقلع على تعالي يا ماما، تعالي جنبي هنا وهي مفيدة هترجع تشوفك. مش عارفة عشان سريعا. انا بيكنج باودر وعايزين ثلاث معالق زيت. ده انت كده ده الصوص اللي المفروض بتاع الاكله. بس لازم تحطوه بقى على صاجه ويعني يتسبق كويس لحد. طب يعني ايه نص ساعه؟ يعني ساعه الا ربع على صاجه. طيب ساعه الا ربع على صاجه، وبعدين بعد ما يستوي هنحطها على المكرونه. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ دي بقى البانكيك. حطينا كله على بعض، ثلاث معالق زيت اهم. اوكي هنحط اللبن. وحطيتي سكر وحطيتي دقيق ولبن. حطيتي معلقتين السكر. اوكي وايه تاني؟ والملح شويه. وماشي والبيضه. والبيضه هنا عندك زبده وكده بقى هتضربيه. عامله عجينه سكر، عامله جزر، عامله كل حاجه. بس العجينه دي مش محتاجه جزر، هي هتعملها على طول. انا ما انا بقول انا بس عايزه اقول حاجه ان انا بصي شوفي الكور الميت بولز المفروض ان اللحمه الكور استوت وحطيناها على المكرونه، ودي طريقه تقديمها مع الخضار. ده اول حاجه. وقتنا خلص للاسف. تاني حاجه انت بتعملي ايه؟ خلاص بقى هحط اعمل البانكيك. هتعمل واحده البانكيك. بس هتعمل اقراص البانكيك. هعمل واحده بس. هتعملي واحدة. واحده بس. اوكي حلو. ما تحطش انت ليه بخيله كده؟ ما تحطي لا ما فيش داعي يعني. حتى الثانيه لو انت عملتي الثانيه مش لازم تحطي زبده خالص. مكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل. تعملي محشي. انا بس اثناء ما هي تعمل لنا البانكيك انا عايزه افكر كل اصدقائنا المشاهدين على حاجه مهمه جدا. انتصار بدتها في اول الحلقه، انتصار متبنيه من خلال برنامجنا، برنامج ستات ما يعرفوش يكذبوا، حمله نظافه الشارع كل يوم جمعه. شارع المصري كده.
وانا عملت كده كمان في اسكندريه لما كنت قاعده في بيت اهلي في اسكندريه. نزلنا بعد الصلاه انا وكل الاطفال بتوع الشارع بشكرهم كلهم وكنسنا الشارع. وبالعكس ده هم تحمسوا جدا بقوا يجوا يسالوني يقولوا لي امتى هنبيض الشارع؟ طب امتى هننظف الشارع تاني؟ شجعت الاولاد طب امتى هنطلع على الشارع العمومي؟ ان هم يشتغلوا طبعا فيه. صح طبعا دي حاجه مهمه جدا. ستات وتاخد اطفالها والشباب اللي والايمان مش صلاه وصوم بس الايمان عمل. انا عايزه اقول لكم حاجه عنها ان هي مره كنست البلاج البلاج. طيب هنعرف اعترف كنست البلاج والله بس مفيده بتغرف الاكل مش لا مش بنغرف احنا اثناء ما انا بسمع البلاج انا لغه بتعمل لنا البانكيك. انا حطيت واحده بس بانكيك هنعرف ازاي هنقلبها لما يبقى هنا في خروم لما تبقى في هي كده هتبقى تطلع فقاعات هوا فقاعات هوا يبقى ساعتها نقلبها ما ينفعش تحركيها كده شويه لا هي ما سبتتش. بص يا ستي كنت قاعده على البلاج في يوم بعد الظهر ولقيت مواطنين مصريين قاعدين يأزئزوا لب ابيض وفجاه بقى فوق الرمله لب ابيض جبل من القشر حاجه مقرفه. الاخطر اني فجاه لقيت من تحت الرمله طالع نمله قد كده عشان ياكل اللب عشان ياكل الملح وفتافيت اللب. قلت ازاي نقعد على البلاج كده؟ قمت كنست قشر اللب وبعدين كنست الرمله استاذني كمان رشيتها بعد ما رشيتيها انا بس بفكر بالبايروسول علشان النمل يموت. طب ايه رايكم؟ تصرف ايجابي صح؟ طب ايه رايكم بس نظبط حاجه مهمه زبطي. جدا كنت نوها عايزه صوص الفراوله هنحط الفراوله مع لان احنا بنعمل بانكيك بصوص الفراوله فهي احنا مهم جدا تعرفوا طريقه عمل صوص الفراوله. ها صوص الفراوله بنحط بس الفراوله مع السكر ونخليها على النار حوالي مثلا ربع ساعه لحد ما تعمل صوص. بتنزل سكرها وبتطلع بالمنظر ده هتبقى تقيله وهتبقى كده اهو هتبقى كانها زي المربى. عايزه اقول كمان البانكيك ده فيه مستو حاجه بس عايزه اوري كل اصدقائنا هي زي ما نهى بتقول ابتدى يخرم لكل اصدقائنا بكل باودر ابتدى وهننقله الناحيه الثانيه هتنقليه من الناحيه الثانيه. هو كريب هو كريب خلي ده معاكي زي القطايف كريب عجينه ثانيه بيفكرني بالقطايف. احنا بنعمل البانكيك او الكريب حاجه واحده على فكره بنعملهم زي بعض ونحشيهم جبنه هيطلع ما بتحطلوش لبن هيطلع المنظر ده الكريب الصح هيطلع المنظر ده بالكريب. انتصار انا بشكرك جدا جدا نورتينا في الحلقه وكانت حاجه مختلفه انا والنظافة. اتمنى يا مفيده وانا مش موجوده ارجوك تتبني موضوع النظافه كلنا نتبنى موضوع النظافه كل يوم جمعه من خلال انت اللي قلتي المبادره دي. انا بشكرك جدا وضفتي نورتينا واضافه لينا وجودك نهنوه احنا كلفتناكي بس ده العادي بتاعنا العادي بتاعنا نوعدك يوم الحد الجاهز ده هناكله سوا حاضر نوعدك يوم الحد الجاي هتكوني موجوده معانا تعملي حاجه ثانيه ان شاء الله بلاش الحد الجاي ولا لا انا قصدي بلاش ده خلي ده سخن احلى خلاص اوكي بشكركم ونلتقي ان شاء الله بكره وحلقه جديده من ستات ما بعرفوش جديد.